مرحبا مرحبا، واش راكم يا اطفال؟ لاباس؟ مرحبا بكم في حصتكم مع عمو يزيد. اليوم يوم مهم جدا راح نتكلموا عليه، بعد ما نقولوا لاصدقائنا الاطفال باللي يقدروا هما كذلك يحضروا ويشاركوا معنا في الحصه بهذه الطريقه عبر موقعنا الانترنت عمويزيد.com. اذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن يا أطفال، بعد المشاركة شوية على الصبر لأن التسجيلات كثيرة، وعمو يزيد حبي يستضيفكم كامل. يا أطفال، في هذه الفترة هذه كان يوم مهم، يوم مهم هو اليوم العالمي لاضطراب التوحد، لجورني انترناسيونال دو لوتيسم. على بالكم باللي الأطفال المصابين باضطراب التوحد محتاجين عناية، محتاجين رعاية، لازم نتوقفوا في هذا اليوم باش نضمنوا معهم. وإحنا اليوم معنا طفل مصاب بهذا الاضطراب، هو أنس راه معنا. تصفيق على أنس، رحبوا به. وش راك أنس؟ أنس وين تقرأ؟ في مدرسة الموحدين. أي سنة تقرأ أنس؟ سنة؟ أولى. السنة؟ ثانية. السنة؟ الثانية. برافو. وش حبي تغني لنا أنس؟ وش تغني لنا؟ عمو يزيد. غني لنا مدرستي. مدرستي كم أحب مدرستي. في شفتي يصبح كونتي يا كسم عرفتي فتح يا مدرستي. برافو، نعاونوك. مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي، اشد بها كونيتي، هي كنز معرفتي، فلتح يا مدرستي. برافو. تصفيق على أنس. على بالكم يا أطفال علاش أنس اختار لكم أغنية مدرستي؟ لأن الأطفال المصابين باضطراب التوحد احنا نضمنوا معهم من أجل التمدرس، لازم هاد الأطفال يروحوا للمدرسة كما أنس ويقرأ في مدرسة الموحدين سنة ثانية. احنا ماذا بينا كاع الأطفال مصابين بهذا الاضطراب لازم تكون عندهم رعاية، عناية، وكذلك تمدرس، لذا نتوقفوا معهم اليوم باش نضمنوا معهم. يا أخي إذن أعطونا تصفيق على أنس. برافو. إذن يوم 2 أفريل هو اليوم العالمي لاضطراب التوحد، يا أخي لا جورني انترناسيونال دو لوتيزم. تحبوا الألغاز؟ لغز اليوم يقول شيء بيني وبينك لا تراه لا عيني ولا عينك. شيء بيني وبينك لا عيني رأته ولا عينك، ما هو يا ترى؟ معلش فكروا لغاية نهاية الحصة، انتم وأصدقائنا اللي لم يشوفوا فينا عبر شاشة التلفزيون يقدروا يجاوبوا عن اللغز عبر موقع الانترنت بهذه الطريقة. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذن قبل ما نجوز الفقرة الموالية حبيت نسقسيكم، بنتي واسمك؟ حشتني خديجة. خديجة، وين تسكني خديجة؟ في ولاية شلف. الله يبارك. واش سنة درسي بنتي؟ سنة ثالثة ابتدائي. متفوقة؟ برافو. واسمك بنتي؟ حواء. وين تسكني حواء؟ تسكن في باتنا. في باتنا الشوية. الله يبارك. تروحي تسلمي عليهم كامل كي تروحي؟ شحال في عمرك بنتي؟ السنة الأولى. درسي السنة الأولى؟ برافو. وتحبي القراية؟ تحبي. واسمك وليدي؟ اسماعيل. وين تكون اسماعيل؟ في الجزائر. وش سنة تدرس؟ سنة أولى. وشاطر؟ الله يبارك. شكون تاني حبيت نسقسي الشاطرة هذه؟ واسمك بنتي؟ لينا. وين تسكني لينا؟
في عين بنيان. في عين بنيان. وش سنة درسي بنتي؟ ثانية متوسط. ثانية متوسط. برافو 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 برافو. وانتي بنتي واسمك؟ إسراء. وين تسكني إكرام؟ إسراء. إسراء الله يبارك. وين تسكني إسراء؟ في ولاية القبة. ولاية القبة. القبة مازال ماهيش ولاية هاد الساعة. مدينة القبة. الله يبارك. وش سنة تقراي بنتي؟ ثالثة ابتدائي. متفوقة انت يا تقراي مليح. الله يبارك الله يبارك. اذا واش رايكم يا اطفال نروحوا مع ميليسا نتعرفوا على شخصية مهمة في الكفاح الجزائري. راح نتعرفوا اليوم على المرحوم رضا مالك. اذا تفضلي ميليسا. السلام عليكم اصدقائي. شخصية اليوم عاشت في الاستعمار وبعد الاستقلال، فهي شخصية المرحوم رضا مالك. ولد بتاريخ 21 ديسمبر 1931 ببتنا، من الأوائل الذين التحقوا بصفوف ثورة أول نوفمبر المجيدة، حيث كان عضوا في لجنة إدارة الاتحاد العام لطلبة المسلمين الجزائريين سنة 1955، إلى جانب توليه منصب مدير أسبوعية المجاهد. وخلال الفترة الممتدة من ماي 1961 إلى مارس 1962 تقلد الفقيد منصب الناطق الرسمي للوفد الجزائري في مفاوضات إفيان، ناهيك عن كونه أحد محرري ميثاق مؤتمر طرابلس سنة 1962. بعد الاستقلال تقلد المرحوم العديد من المناصب الدبلوماسية والسياسية، حيث تم تعيينه سفيرا للجزائر في العديد من العواصم العالمية، ليشغل سنة 1977 منصب وزير الإعلام والثقافة، فوزيرا للشؤون الخارجية بداية من فبراير 1993، ليعين رئيسا للحكومة بداية من أوت 1993، ويتولى نفس المنصب مجددا من يناير 1994 إلى غاية أبريل من ذات السنة. وعلاوة على هذه المناصب السياسية والدبلوماسية، أسس الفقيد سنة 1995 حزب التحالف الوطني الجمهوري وترأسه. على الصعيد الفكري كان للمرحوم المتحصل على شهادة ليسانس في الآداب والفلسفة من جامعتي الجزائر وباريس. توفي في 29 جويلية 2017 عن عمر يناهز 85 سنة بالجزائر العاصمة. برافو 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 ميليسا. برافو بنتي. برافو 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 برافو. يا أطفال واش هما الصفات اللي تحبهم يكونوا في الصديق ولا في الصديقة نتاعك؟ واش هما الصفات؟ تعالي بنتي روحي تعالي. واسمك بنتي؟ مروه كساي. وين تسكني؟ في عين بنيان. في عين بنيان. واش هما الصفات؟ صادق. صادق. برافو برافو. واش هما الصفات؟ تعالي بنتي روحي تعالي تعالي. روحي منا بنتي معليش. واسمك بنتي؟ لينا. وين تسكني لينا؟ ولاية النديه. في اي مدينه؟ بلدية العمارية. العمارية. الله يبارك. جيتي الحفل تاع مو يزيد في العمارية ولا ما جيتيش؟ جيتي. نعم جيت. الله يبارك. واش هما الصفات اللي تحب يكونوا في الصديق ولا في الصديقة نتاعك؟ الأمانة. الأمانة. برافو برافو بنتي. برافو برافو. شكون؟ تعالي بنتي روحي روحي بنتي. واسمك؟ ماريا. ماريا. دوري الكاميرا ماريا. شحال في عمرك ماريا؟ 11. 11 يوم. 11 سنة. 11 سنة. واش هما الصفات اللي تحبهم يكونوا في الصديق والصديقة تاعك؟ صديق صالح. أن يكون صالحا. برافو برافو. شكون؟ تعالي بنتي تعالي تعالي تعالي. أروحي الشاطرة منا. واسمك بنتي؟ ميليسا. ميليسا. وين تسكني ميليسا؟ في عين بنيان. في عين بنيان. راكم أون فورس اليوم. الله يبارك. شحال في عمرك بنتي؟ 10 سنين. 10 سنين. واش هما الصفات اللي تحبيهم؟ وفي. الوفاء. برافو برافو برافو. زيدونا صفة. تعالى أروح وليدي تعالى تعال. واسمك؟ محمد كساي. وين تسكن محمد؟ عين بنيان. عين بنيان تاني. واو عين بنيان. راكم اليوم اون فورس من محبي حصة مع مو يزيد. مرحبا بكم وتحياتنا لكاع الناس عين بنيان. إذا وليدي التربية.
يكون متخلق يعني متربي. برافو برافو برافو. شكون تاني؟ تعالي بنتي اروحي اروحي من بنتي. واسمك؟ زهرة. وين تسكني زهرة؟ في ولاية بجاية. في بجاية. وين أي مدينة؟ سيدي عيش. في سيدي عيش. الله يبارك. تحيتنا لكل سكان مدينة سيدي عيش ولاية بجاية. وش هما الصفات اللي تحبيهم يكونوا في صديق وصديقة تاعك؟ الحسنات. حسنة. برافو 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 برافو. تعال 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 ولدي. واسمك؟ محمد. محمد. وين تسكن محمد؟ ولاية العمرية. ولاية العمرية. ولاية ولاية المندية. مدينة العمرية. نعم. الله يبارك. شحال في عمرك ولدي؟ 10 سنين. الله يبارك. فرحان لي راك هنا في الحصة. نعم. الله يبارك. تروح تبلغ الناس السلام لكامل الناس العمرية يا اخي. نعم. وش هما الصفات اللي تحبهم يكونوا في الصديق وصديقته؟ حق. ان يكون محقا. برافو برافو ولدي برافو. على بالكم علاش عمو يزيد سقساكم؟ لانه راح نغنوا اغنية صديقي. لي صديق يعرف انس. تشوف انس يغني لنا منها شويه. انس تغني مع مو يزيد. لي صديق صالح حسن سلوك مؤدب بين حريري ناصح حليل القلب رضا. برافو. تصفيقه تصفيقه على انس. تصفيقه على انس. إذا لي صديق صالح حسن السلوك مؤدب بالخير لي ناصح حنين القلب طيبة. يلا تغنوا كامل معي. لي صديق صالح حسن السلوك مؤدب بالخير لي ناصح حنين القلب طيبة. لي صديق صالح حسن السلوك مؤدبا للخير لي ناصح حين القلب طيبا. صديقي 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 أخي ورفيقي. بلا تعب يرافقني وقتي أمضيه معه فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأل. بلا تعب يرافقني وقتي أمضيه معه فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأل. صديقي 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 أخي ورفيقي. متفقان في أمرنا إذ قمنا بأي عمل إن اختلفنا في شأننا نناقشه بلا جدل. متفقان في أمرنا إذ قمنا بأي عمل إن اختلفنا في شأننا نناقشه بلا جدل. صديقي 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 أخي ورفيقي. بلا تعب يرافقني وقتي أمضيه معه فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأل. بلا تعب يرافقني وقتي أمضيه معه فإن غبت يسأل عني وإن غاب عنه أسأل. صديقي 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 أخي ورفيقي. متفقان في أمرنا إذ قمنا بأي عمل إن اختلفنا في شأننا نناقشه بلا جدل. متفقان في أمرنا إذ قمنا
بأي عمل إن اختلفنا في شأننا نناقشه بلا جدل صديقي 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 أخي ورفيقي. صديق صالح حسن السلوك مؤدبا للخير لي ناصح حنين القلب غيرا لي صديق صالح حسن السلوك مؤدبا للخير لي ناصح حنين القلب غيرا صديقي 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 أخي ورفيقي. برافو 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 تصفيقة 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 برافو برافو يا أطفال برافو برافو يا أطفال برافو. أرجو الأماكنكم شاطرين. عجبتكم الأغنية؟ إذن يا أطفال الصديق مهم والصديق في وقت الضيق والصديق لكن لازم نختاروا صديقنا الصفات الحميدة يا أخي يا أطفال. لازم نبتعدوا على من أصدقاء السوء يا أخي. لازم أصدقائنا يكونوا متخلقين يكونوا عندهم البر بالوالدين يطيعوا والديهم يا أخي يقرأوا مليح يأخذوا الرأي يا أخي يا أطفال. أصدقاء لازم نختاروهم يا أخي. تحبوا ألعاب الخفة؟ يلا نروحوا كمل مع عمو سالم اللي جانا من مدينة بجاية بألعاب الخفة. عمو سالم تفضل. برافو هيا رجع مكانك بنتي. برافو برافو برافو. عجبتكم ألعاب الخفة؟ اقعدي بنتي اقعدي. إذن يا أطفال واش رأيكم دركا عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية الطاووس المغرور. تحبوا الحكايات؟ يلا معي. إذن يا أطفال كما وعدتكم عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية الطاووس المغرور. واحد النهار في واحد المزرعة كانوا مجموعة من الحيوانات وفي وسطهم كان واحد الطاووس. تعرفوا الطاووس؟ طاووس يجي جميل هكذا وخاصة
لما يبسط الذيل نتاعو بالريش الجميل نتاعو كامل، قاعد يمشي هكذا ويزوخ عليهم يعني مغرور، يمشي هكذا يتكلم مع الدجاجة يقول لها وش رأيك فيا اليوم؟ تقول له سبحان الله الذي أبدع في خلقه. شغل ما عجبتوش الإجابة، باش تقول له راك جميل وكامل راح كمل هكذا، قال لها أنت تغيري مني وكامل. ما زاد مشى صب البطة، قال لها وش رأيك في الريش ديالي وفي الجمال ديالي كامل؟ قالت له لازم تقول الحمد لله على النعمة اللي أعطاها لك وكامل. ما عجبوش الجواب تاعها، هو يسنانها تقول له أنت أجمل الحيوانات وأنت جميل وأنت ومغرور. قال لهم أنتم تغيروا مني كامل في المزرعة، أنا راح نروح للغابة، للغابة كاين حيوانات اللي تعيش في الغابة راح يكونوا ألطف منكم. قالوا له لا لا اقعدوا كامل. قال لهم لا لا نروح. راح للغابة، كي راح للغابة ساب الحيوانات كلهم، يسقسي الغزالة يقول لها واش رأيك في الجمال تاعي؟ تقول له أنت أجمل الحيوانات وأنت جميل جدا وكذا. بعد يمشي من بعد يسيب حيوان آخر يسقسيه، يسيب الحمار يسقسيه يقول له قول له واش رأيك في الجمال تاعي؟ يقول له أنت أجمل كائنات. ومن بعد الحصان تقلق، قال له ما هذا الغرور هذا؟ قال له أنت يا، قال له احنا الحصان هو من بين الحيوانات الأجمل وكامل وماناش مغرورين كما مغرور أنت. ومن بعد قد قال لهم أنا تغيروا مني، أنا أجمل الحيوانات ومعليش الغزالة وكامل كاع. قالوا له أنت أجمل كائنات. بعد قاعد يمشي هكذا في الطريق، من بعد طاح في واحد الفخ، فخ داروا الصياد طاح فيه وقاعد يستنجد بالحيوانات تاع الغابة. قال لهم تعالوا تعالوا روحوا تسلكوني روحوا الغزالة. قالت له أنا ما نقدرش أنا نخاف من الصياد. ومن بعد الحمار كذلك، قالوا أنا ما نقدرش نخاف. من بعد الحصان كذلك، ساب روحو وحده. ومن بعد كان واحد الطائر هكذا من الفوق شافو، راح عند الحيوان تاع المزرعه قال لهم فوالا صديقكم الطاووس وكامل راهو طاح في 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 فخ الصياد. راحوا تسرعوا كامل باش راحوا ينقذوه. اذا راحوا لتما وكامل وسلكوه، سلكوه كامل. بعد هو قال يا سبحان الله، قال هاد الحيوانات اللي ما كنتش انايا اللي كنت مغرور معاهم وكامل هما اللي جاوا سلكوني، وهادو اصدقائي زعما تاع الغابه اللي قالوا لي انت اجمل كائنات واحد ما سلكني. وبالعكس بداو يستهزاو به، لانه لما طاح في الفخ تكسر كاع الريش ديالو، وحيوانات الغابه بداو يتمسخروا به الاستهزاء، قالوا له شوف شوف الريش تاعك قاعد تكسر اللي كنت فرحان به وكامل. والحيوانات تاع المزرعه اللي كان هو مغرور عليهم قالوا له لا لا وروح معنا، ودوك الريش تاعك سوف الله يبدلك ريشا اخر اجمل وكامل. طلعوا له المعنويات نتاعو وراحوا داوها المزرعة. عمو يا زيد، عمو يا زيد، استخلصوا من الحكاية تاع اليوم أن الغرور يضر صاحبه ولا ينفعه. برافو 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 بوبي، تصفيقة 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 تصفيقة. إذن يا أطفال، الغرور يضر صاحبه، ما لازمش نكونوا مغرورين. التواضع جميل، من تواضع لله رفعه. يا أخي يا أطفال، التواضع جميل جدا. يلا إذن يا أطفال، الغرور مش مليح في حياتنا يا أخي. لازم الإنسان يكون متواضع، ولازم احترام الناس كذلك، وما لازمش استفزاز كذلك يا أخي يا أطفال. الحقنا دركا لواحد الركن أنا نحبه بزاف، هو ركن بريد عمو يزيد، وين نقراو الرسائل اللي تبعتوهم لنا أنتم يا أطفال عبر موقع الانترنت عمويزيد.com عبر زرار آراء وملاحظات. بوبي شوفي عندنا رسائل عند أصدقائنا الأطفال. شكرا، برافو برافو بوبي، برافو. تصفيقة تصفيقة على بوبي، تصفيقة تصفيقة. إذن بوبي، الرسالة الأولى، نحب نقرأ رسائل تاع أصدقائنا الأطفال. الرسالة الأولى من عند بوزكتي إسحاق، 4 سنوات. بوزكتي إسحاق 4 سنوات من مدينة بوسماعيل من ولاية تيبازا، قال لك أرجو منك سيدي استضافة ابني، أرجو من وهو يحبك ويحب حصتك، أرجو منك سيدي وشكرا. إذن هذا الوالد ولا الوالدة يطلب من حصة عمو يزيد أنهم يستضيفوا
وليدهم. إذن وليدي بوزكتي إسحاق مرحبا بك، ما عليك إلا تسجل عبر موقع الإنترنت وراح نكلمك في الهاتف ولا عبر الإيميل باش تحضر معنا. إذن مرحبا. الرسالة الموالية مول سويقة سارة من مدينة مستغانم، تحياتنا لكل سكان مدينة مستغانم. قلت لكم برنامج جد وجميل رائع ثقافي وممتع للأطفال أيضا تعليمي، أتمنى التوفيق لمقدم البرنامج حمو ياسين. شكرا بنتي سارة، يعطيك الصحة على هذه الرسالة الجميلة من مدينة مستغانم مول سويقة سارة، مرحبا بك بنتي. الرسالة الموالية هذه من عند بن قرطبي سهيل ليليا ووسيم، سهيل 4 سنوات، ليليا 8 سنوات، ووسيم 5 سنوات، من مدينة المدية. قلت لكم السلام عمو يزيد. سهيل ليليا ووسيم من المدية، نحن نشكرك على الجهد المبذول لإسعاد الأطفال وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم، وأتمنى المزيد من النجاح للحصة، هي جد ممتعة، ننتظرها كل يوم ثلاثاء بشوق وحماس، نحن من الأوفياء المتتبعين للحصة. إذن عائلة بن قرطبي كلكم ليليا وسيم وسهيل والعائلة الكريمة تاعكم، شكرا على هذه الرسالة الجميلة، مرحبا بكم. الرسالة الموالية من عند قرمة ليليا من مدينة بوغرة ولاية البليدة، قالت لكم السلام عليكم، أريد المشاركة في حصة عمو يزيد لأنها أعجبتني كثيرا، حصة ترفيهية فيها الأطفال وأنا ليس عندي إخوتي وأرجوكم أريد المشاركة. إذن يا ليليا قرمة، إحنا كامل إخوتك، أنا أخوك الكبير وأنتم أخوتها يا أخي. إذن مرحبا بك بنتي، راح نتصلوا بك، سجلي برك عبر موقع الانترنت وراح نتصلوا بك. الرسالة الموالية من عند داني ليندا 11 سنة من مدينة ستاوليم العاصمة، أريد أن أشارك في هذا البرنامج الجميل. إذن يا ليندا أنت أجمل، أنت أجمل، مرحبا بك بنتي، شاركي عبر موقع الانترنت وراح نتصلوا بك باش تحضري معنا. الرسالة الأخيرة من عند بن خشيبة عطية 10 سنوات، بن خشيبة عطية 10 سنوات من مدينة عين معبد من جلفة، قالت لكم أحب الحصة جدا وأريد المشاركة فيها. إذن بن خشيبة عطية 10 سنوات من مدينة عين معبد من جلفة، مرحبا بك، ما عليك إلا بالتسجيل عبر موقع الانترنت ورايحين نكلمك إن شاء الله. بوبي احتفظنا بهذه الرسائل الجميلة، هذه نحتفظ بها، وما عليكم إلا ترسلونا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com باش نقرأ الرسائل تاعكم عبر زرار آراء وملاحظات. شكون اللي عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لعمو يزيد؟ نكتة جميلة، تعالي بنتي أروحي أروحي، أقعدي بنتي. واسمك بنتي؟ ميليسا. ميليسا شحال في عمرك؟ 10 سنين. 10 سنين، حكي لنا نكتة تاعك بنتي. كان واحد الخطرة واحد الشيخ حاب يختبر تلاميذ تاعو، عنده 4 تلاميذ، أطالهم 4 تفاحات وقال لهم روحوا كلوا 4 تفاحات بصح ما يشوفكم حتى واحد. واحد راح كلاها في الصحراء، وواحد راح كلاها في بيته، وواحد راح كلاها في الخزانة، والآخر جاله قالوا ما قدرتش ناكلها خاطش وين نروح ربي يشوفني. برافو 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 برافو، تعالي بنتي تعالي أروح. واسمك بنتي؟ حواء. وين تسكني حواء؟ سكنا في باتنا. في باتنا، احكي لنا النكتة تاعك بنتي. ها؟ واش حبيتي تقولي يا عمو يزيد؟ ها؟ تحبي الحصة؟ واش تقولي؟ تقولي هكذا كاع السكان باتنا تسلمي عليهم؟ هيا دير لهم هكذا قولي لهم نحبكم. برافو برافو بنتي، برافو برافو. شكون اللي عنده نكتة جميلة؟ تعال 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 أروح، تعال جيب أنس، جيبو جيبو جيب أنس صديقنا، جيبو فوالا. أقعد أنس، أقعد وليدي، أقعد أقعد قدامه فوالا. أعطي لخويا يحكي لنا نكتة. قال لك واحد الخطرة واحد سمع العياط في الحومة،
خرج وبدا يعيط. سمع بالخبر بلي كل ما فيه السم. دخل الدار قالت له مرته واش صرا. قالها والو، قالها شربي الماء ورقدي. واش انس واش حبي تغني لنا؟ ساعدني ساعدني على الصوت. ها ساعدني غني لنا. ساعدني 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 محتاج لك انقذني وعدني كون جنبي وجنب لك. برافو 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 ليدي برافو 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 برافو. تعالي بنتي اروحي، تعال اروح وفيسوش، تعالوا اروح، تعال اقعدي هنا، اقعدي قدامها. واسمك بنتي؟ اسيل. واش حبيتي تقولي لنا اسيل؟ حبيت نقول لكم باللي نساعد للناس البابا الماما. تحبيهم كامل وتكوني شاطرة هذا العام في الدراسة؟ نعم. هيا برافو بنتي، برافو برافو برافو. واسمك بنتي؟ ابتهال. ابتهال شحال في عمرك ابتهال؟ 9 سنوات. 9 سنوات. حبيتي تحكي لنا نكتة؟ ايه. احكي لنا نكتة بنتي. خطرة واحد الطفل باتت ويماه يروح يشيلها لامو، وبدا راح يشريهم كاع حلوة هادوك، وبدا خبط بقرة وقالت مو قالها فكرتيني في لامو. تعالي 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 اروحي اروحي اقعدي. واسمك؟ اسمي الاء. الاء شحال في عمرك الاء؟ شحال في عمرك؟ شحال من عام؟ شحال من سنة؟ سنة. شحال في عمرك؟ 4؟ 3؟ 5؟ شحال؟ 4؟ سير. واش حبيتي تغني ولا تقولي لعمو يزيد؟ حبيتي تغني؟ غني لنا أغنية. ها؟ غني؟ واسمها الأغنية؟ واسمها الأغنية؟ تاع العصفور؟ غني تشوف العصفور؟ أنت العصفور. غني سيتيها، سيتي الأغنية. نسيتيها بنتي. بركي بركي. تحبي العصافير؟ هيا برافو برافو برافو. شو تعال تعال اروح، تعال. واسمك بنتي؟ ياسمين. وين تسكني ياسمين؟ عين بنيان. عين بنيان. احكي لنا النكته تاعك بنتي. قالك واحد كان يمشي، قالوا له صحابو شي حوايج زين، قالوا نمشي ليا ونمشي لهين. برافو 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 برافو. الحقنا دركا يا اطفال الجواب عن اللغز. شيء بيني وبينك لا عيني تراه ولا عينك. شكون يعرف؟ تعالي اروحي بنتي اروحي. واسمك؟ مروة. مروة. وش هو الجواب؟ الهواء. برافو برافو برافو. تعالي تعالي بنتي تعالي. الهواء الجواب هو الهواء. برافو. اعطيني الهدية تاعها، اعطيني الهدية تاعها. اذا بنتي عمو يزيد يهدي لك هذا الشوب الجميل هذا، ان شاء الله تشربي به الحليب ولا الماء ولا. وهذه سيدي عمو يزيد. واش انس؟ واش حب انس؟ معليش معليش خليه يقعد معايا، قعد معايا انس. معليش وليدي معليش. اذا ان شاء الله تستفادي بهم بنتي. تفضلي تفضلي. يا اطفال في كل حصه نديروا عيد ميلاد. اليوم عندنا عيد ميلاد سامي 9 سنوات. تعال سامي اروح وليدي اروح. اذا حنا نغنوا له عيد ميلادك احلى عيد، واصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو ديالو. يلا عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا.
تعيش أيامها أفراح. ونعيشوا أحلى الأوقات نزهن نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. برافو 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 برافو. إذا سامي 9 8 6 5 4 3 2 1 برافو. زيد 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 برافو برافو برافو. إذا سامي عمو يزيد يهديك شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد باسمك. وانتم كامل يا أطفال غير تخرجوا منا كل واحد عنده الشهادة ديالو باسمه تاع إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد يحتفظ بها كذكرى. يا أخي هذه تاعك سامي. إذن ولدي هاي لك. وبما أنك بعت لنا 5 قسيمات من علب حليب رامي وبعتهم على العنوان صندوق بريد 42 ألف ستوالي العاصمة راعي البرنامج رامي يهديك هذه الدراجة الجميلة هذه إن شاء الله تستفاد بها ولدي. وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم ابقوا على خير استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. سلام. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد.